قداسة الذات الإلهية، عنوان حلقة جديدة ومميزة من برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايح، حيث وجه البرنامج سؤالاً لضيوف الحلقة الآباء فرح حجازين وعدنان بدر وغازي الخوري حول كيفية العمل على تقديس اسم الله تعالى في حياتهم. فإلى هنا أبونا، كيف نقدس اسم الله في حياتنا؟ يعني كمؤمنين نحن، يعني ما هو المطلوب؟ شو العمل نقدر نقدس اسم الله بيومياتنا، بمشاريعنا، بصلاتنا، وكيف نقيم الصلاة كمان، وكيف نصلي؟ فتخبرنا نحن طبعا من خبرتك ومعلوماتك ومعرفتك كمان، يعني اللي احنا بنقدرها، وايضا انت حديثا نلت شهاده الدكتوراه في التربيه، فبنبارك لك مره اخرى كمان بهذه الشهاده المميزه. تسلموا، الله يحميكم، شكرا لهالفرصه اللي اتحتوها لي. الموضوع اول شيء بدي اسميه موضوع شيق، لأنه القداسة موضوع يخص كل إنسان مدعو لمحبة الرب من خلال حياته اليومية، لأنه التعبير الحقيقي عن قدسية الحياة وقدسية معطي الحياة تنطبق على واقعنا البشري، وتكون هذه الأعمال التي نقوم بها هي تعبير عن محبة الله لنا عندما أعطانا الحياة وطلب منا أن نكون قديسين لنكون في مسيرة دائمة نحو حياة أبدية اللي غايتها الرب وطريقها هو الرب ومسيرتها أيضا برفقة الرب. بداية عندما نصلي الصلاة الربية، والتي هي من أجمل الصلوات وهي الأكثر شيوعا كما نعلم عند المسيحيين، واللي علمنا إياها السيد المسيح، فإننا نقول وندعو الله الآب بكلمة أبانا. نعم. كلمة أبانا تدل على أننا أولا إخوة أبناء لأب واحد وهو الآب السماوي. إذ نقول أبانا الذي في السماوات، يعني نحدد أن مكان إقامة هذا الأب هو في السماء، وبالتالي هنالك أخوة روحية تربطنا بعضنا ببعض، روابط حقيقية وروابط فعالة، لكنها ليست جسدية أو دنيوية. ميزة الأبوة الروحية أو الأبوة الإلهية هي أنها أبوة روحية تجمعنا فيما بيننا، هي أخوة روحية أيضا لأنها توحد أبناء الله الآب. بعد مناداتنا للآب السماوي في الصلاة الربية نطلب أن يتقدس اسمه، نقول ليتقدس اسمك. نحن نعلم أن الله بطبيعته قدوس، لا بل هو نبع القداسة، ودعوة سفر الأحبار بالفصل 19 الآية 2 كونوا قديسين لأني أنا الرب إلهكم قدوس. وبالتالي فإن اسم الرب هو أيضا قدوس، يعني اسم الرب القدوس كما نقول بالدارج المثل الشعبي اسمه على جسمه، هو مقدس، ولا أقول مقدس بل القدوس بنفسه، هو القداس، هو نبع القداس. فقلنا القديس بطرس ما من اسم تحت السماء يعطيه الناس نستطيع به أن ندرك الخلاص إلا اسم يسوع. ونحن نعلم أن الاسم إنما يدل على الشخص، فمن احترم اسم الإنسان فقد احترم الشخص نفسه، ومن احتقر الاسم فقد احتقر الشخص نفسه. اسم يسوع عندما أرسل الملاك جبرائيل لبشارة مريم العذراء قال لها تحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع أي المخلص، فداست هذا الاسم. مريم العذراء في نشيد تعب تقول إن القديس صنع بعبائم واسمه قدوس. وكذلك علمنا السيد المسيح في الصلاة الربانية أن نقول
ليتقدس اسمك، وفي المزامير سبحوا لاسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. بهذا الاسم ننال الخلاص، ما من اسم نستطيع أن ندرك به الخلاص إلا باسم يسوع. تسميته يسوع وهو يخلص شعبه من خطاياهم، باسمه توزع النعم، بدمه وصلنا من خطايانا، بموته وقيامته فتحت أبواب السماوات، باسمه تغفر لنا الخطايا. باسم يسوع تسجد كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، الملائكة تسجد خاشعة لهذا الاسم، الشياطين ترتعد أمام عظمة هذا الاسم، وكانت تهرب عند سماع صوته، والمسيح سيدها يطردها. الإنسان وحده يتمرد ويجرؤ على إهانة هذا الاسم القدوس، مقترفا إثما عظيما ومخالفا الوصية الأولى من وصايا الله. لذلك كان القصاص للمجدف في العهد القديم يرجم بالحجارة حتى الموت. نعم. ثانيا، المسيحيون للأسف يجدفون على هذا الاسم القدوس بحجج واهية، مثل أولا تقول هذا كلمة تطلع مني عفوا بدون قصد، بدون انتباه. فهل ترضى أنت يا إنسان أن يهينك صاحبك مرارا وتكرارا في اليوم ويكتفي بالقول لك عفوا لم أقصد ذلك لم أنتبه؟ لو تكرمت علي بالسماح مرة أو مرتين فهل تغفر له على طول؟ ألا تقول له انتبه هذا يكفي أنت تهينني؟ ثانيا، من منا إذا هينت كرامته أو كرامة أهل بيته لا يغار ولا يدافع عن كرامته الشخصية وكرامة أهل بيته؟ يا ترى هل كرامتك وكرامة أهل بيتك ووطنك أهم من كرامة الله؟ وأيضا كما يقول السيد المسيح في إنجيله المقدس، كل ما أردتم أن يفعل الناس لكم افعلوه أنتم لهم، وكل ما لا تريدون أن يفعله الناس بنا فلا نفعله للغير. أبونا، موضوع التقديس، تقديس اسم الله في حياتنا، كيف نقدس اسم الله في حياتنا؟ ووقت نعرف قداسة الله فمنجرب نطبق طبيعة الله، دينونة الله بحياتنا من خلال مسلكنا ومن خلال تصرفاتنا. الأخلاق إلى أهمية بحياتنا، مش بس العقائد، لأنه نحن منعيش حياة مسيحية مش بس عقائد مثل الأحزاب أو الجمعيات. فالإيمان والأعمال متلاصقين، مشان هيك لازم نكثف صلاتنا وتأملاتنا، لأنه الصلاة مش بس طلب أنه ربنا أعطينا وربنا علمنا عملنا. الصلاة هي معرفة طبيعة الله لحتى نتمثل بطبيعة الله، بما أنه هو قدوس بدنا نحول حياتنا مثله تصير مقدسة. فمنزهة، اللي عنده مثلا شفافية بالتصرف، شفافية بالتعاطي مع المال، مع بالحياة الجنسية كمان، طهارة ونقاوة، تعاطي مع الناس، إظهار روح اللطف والمحبة للناس، هو كلهم بيخلونا نصير نقدس اسم الله بحياتنا، لأنه نحن مدعوين أنه نحول الأرض سما. وكيف تتحول الأرض سما إذا ما منحول حياتنا اليومية لحياة السماء؟ مثل ما قلت حتى معيد، فهودي بدهم جهد، لأنه ما بين الطبيعة الإنسانية الخاطئة والطبيعة الإنسانية اللي لازم تكون مؤلهة، هون الصراع. إنه كيف أنا ما بدي روح بحيل الشرير بحياتي اليومية حتى بغرفتي، لأنه الإنسان بيعمل خطية حتى لحاله. فلازم أفكاره تكون مقدسة، تعاطيه مع الجسد يكون مقدس، تعاطيه مع الآخرين يكون مقدس، وهو كلهم ما بنقدر نعرفهم إلا من خلال الكتاب المقدس والتعمق فيه، ومن خلال حياة الروحية اليومية. مثل ما بناكل يوميا لازم يكون عندنا حياة روحية يومية، ما في يوم يعوض عن الثاني.